المبشرين في الجنة ورابع المسلمين عثمان بن عفان. عندما يذكر سيدنا عثمان بن عفان يذكر الحياء، وأصدقهم حياء عثمان. اسمع إلى هذه القصة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا، كيف معكس وقاعد، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وسلم وجلس، فاستأذن عمر، أتسمع يا رسول الله بالدخول؟ فاستأذن وجلس، فاستأذن عثمان. الآن أتدور سيدنا عثمان. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأعد نفسه، يعني إذا اكزبط قطعت مركز أموره، ودخل سيدنا عثمان. فالسيدة عائشة رضي الله عنها استغربت، قالت: يا رسول الله، لما دخل أبو بكر وعمر بقيت مضطجعا، ولما دخل عثمان يعني عدلت في جلستك وأحسنت ثوبك. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين. توفي سيدنا عثمان وهو صاحب ويقرأ المصحف الذي جمعه وكتبه: حبكم في القيام.